إذن بشكل رسمي تيم والز أعلن قبول مهمة نيابة هاريس، وفي خطاب قبول ترشيحه أكد والز أن أفضل طريقة لطي صفحة ترامب وإنقاذ البلاد من أجندته هو وصول هاريس للبيت الأبيض، قائلا إنه لن يسمح للمرشح الجمهوري بتمرير ما أسماه الأجندة الخطيرة على البلاد. حاكم مينيسوتا تعهد كذلك بتوفير حياة أفضل وأكثر أمنا للأمريكيين. والز اعتبر أيضا أن الرئيس السابق إذا عاد للبيت الأبيض سيلغي قانون الرعاية الصحية الميسرة، وسيدمر هو ونائبه فانس الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وسيثقلان كاهل الطبقة الوسطى وفق تعبيره.